صباح الخير مستمعي الكرام، صباح النور والورد والياسمين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حضي راسك حضي راسك وزيد حضي راسك. شحال وشحال وشحال ديال النصابة والمحتالين محيطين بكم، ولكن انتم عارفينهم شاي شحال من واحد يا مستمعي الكرام كيحاول انه يوصل لكم لرزقكم. طبعا كيخصو يستعمل الدهاء والذكاء ويستغل شوية ديال الطمع ديالكم والغفلة ديالكم باش ينصب عليكم. حضيو راسكم وزيدوا حضيو راسكم مستمعي الكرام، وطبعا مع برنامجكم حضي راسك غادي تاخذوا تجارب كثيرة في هذا الباب، وغادي تاخذوا الأدوات اللي تمكنكم من أنكم تحضيو راسكم، وبالإضافة لذلك غادي تمكنوا من مقاربات من متابعات من مناقشة مجموعة ديال المواضيع لها علاقة وطيدة بهذا المجال بمجال حضيان الراس. أحضيو راسكم حلقة جديدة وموضوع جديد، ولكن نفس الوسائل من أجل التواصل معنا. هناك الرقم الهاتفي 05-37-70-59-39، نعود مرة أخرى 05-37-70-59-39، وهناك أيضا الصفحة الرسمية ديال برنامجكم حضي راسك على الموقع الاجتماعي فيسبوك. هذه الصفحة سهل باش توصلوا لها، فقط سيروا لهذا الموقع الاجتماعي كتبوا على الشريط ديال البحث اللي كاين فيه حضي راسك الألف الأولى بالهمزة. إلا لقيتوا بزاف ديال الصفحات كتحمل هذا الاسم فعرفوا باللي كاين مجموعة الناس اللي زوروا هذه الصفحة لأغراض تهمهم. المهم صفحتكم الحقيقية غتعرفوها كونها هي اللي كتحظى بأكبر عدد ديال الزيارات، وأيضا بلا مونسيون جيم. صفحتكم كتمكنكم من التفاعل معنا بشكل مباشر، توضعوا عليها قصص النصب والاحتيال اللي كتعرفوا تجاربكم مع النصب والاحتيال، وهكذا تعم الفائدة والتجربة. الآن مستمعي الكرام، شنا هو الموضوع الرابط ديال هذه الحلقة؟ وموضوع واش من موضوع؟ اجي بلاتي بلاتي، شفتي هذاك خينا راهو اللي ديز شفتي كيفاش باين مفرعان وكيسحب راسو راه شي حاجه، ياك زعما باين عليه كيسحب راسو راه هو ما شنو هو مشي كي دايره هي من وجهه مين من وجهه صاحبي من وجهه كيبان لك بنادم بلي راه ماشي هو هذاك. اشكون هذيك؟ لا باينه صاحبي من الطياره. لا بحال هذيك باينه ما تصلحش يا صاحبي. شنو زعما انت باغي تجوج ودير عقلك مع هذيك وراه باينه ما كاينش هذيك تصبر معاك يومين ثلاث ايام حمد الله؟ لا ما كاينش. هاي على الطوموبيل كي دايره هاي شي السيد هاي السيجار في اليد باينه صاحبي راه شفار هذا باين شفار هذاك واخا ما عاد شنو شو على حاله يا شي كي داير مكلخ باين بلا ما هذاك ما تحتاجش تهضر معاه شو ما تضيعش معاه الوقت راه باينه صاحبي هذاك راه مكلخ شو حالته كيفاش دايره انت ما تزيدش معاه الوقت كبروا الشان المنواله لاباس عليه باين لاباس عليه عرفتي تبارك الله اللبسه كي دايره بورطابل كيفاش داير هاي لاباس عليه كيهضر انا شفتو من البعيد كيهضر مع واحد السيد كيشرح ليه باين مثقف قاري هذاك باين قاري. مثل هاد الاحكام مستمعي الكرام واش ما كتصادفوها شي في المجتمع ديالنا؟ مثل هاد الاحكام المسبقه، مثل هاد الاحكام المبنيه على الظاهر. مثل هاد الاحكام اللي يمكن تخلينا نغلطوا في ناس مزيانين ونحسبوهم خايبين، ونغلطوا في ناس خايبين ونحسبوهم مزيانين. كيفاش كنعملوا تقييم لبعضنا البعض؟ نحن معشر البشر ولنقول نحن معشر العرب ولنقول نحن معشر المغاربه، كيفاش كنقيموا بعضياتنا؟ واش غير من خلال الشوفه والرؤيه
والانطباع الأولي، أو إحنا ما كنحكموا على الإنسان حتى كنعرفوه ونجلسوا معاه ونهضروا معاه ونمروا معاه أكثر من وقت عاد نحكموا عليه. طول نفسك، واش أنت ماشي من الناس اللي كيحكموا على الناس بسرعة؟ واش أنت ماشي من الناس اللي كيقولوا هذا مزيان هذا خيب من اللحظة الأولى؟ حضي راسك من الأحكام المسبقة. حضي راسك مستمعي الكرام، وحلقة اليوم في موضوع الرابط كتناول موضوع حضي راسك من الأحكام المسبقة، وما أكثر الأحكام المسبقة في المجتمع المغربي. قل لي شحال النسبة المئوية للناس اللي ما كيقولوش لك العجوزة خايبة؟ شي 5% 95% كلهم عندهم حكم مسبق، العجوزة خايبة، ما كتسواش، ما كتحملش مرات الولد. شحال واحد ما كيقول لكش باللي البوليس كيقبطوا الرشوة؟ كل شيء كينسى أو كيتناسى هاد الأدوار الرائعة اللي كتقوم بها الأسرة للأمن الوطني والمعاناة اللي كيعانيوها، ويمكن نرجعوا لها بعد حين. ولكن الكل عنده حكم مسبق في عقله لما كيشوف سيارة واقفة، واقف رجل شرطة كيطلب الأوراق من صاحب السيارة، الحكم الأول اللي كيقول ها هو بغى يدبر على راسه. ثم شكون اللي ما كيقول شيء باللي كبار السن فيهم النقير؟ ملي كتكبر في السن الحكم اللي كاين في المجتمع والحكم اللي طاغي هو كل الناس الكبار في السن نقيرية. مجموعة دي الأحكام المسبقة، شكون اللي ما كيقول لك شيء باللي حضي راسك درتي محامي، يقدر يتفق مع الخصم ديالك، حضي راسك من المحامين، ما مزيانينش. حكم أيضا من الأحكام المسبقة مستمعي الكرام، وما أكثرها اللي عندنا في المجتمع. والغريب في الأمر واللي كيضر في القلب أن الإنسان كيعمم، وكتلقى واحد كيجي كيقول لك شوف حنا المغاربة ما كنسواوش، واو 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 على حكم قداش. وقص على ذلك من الأحكام المسبقة مستمعي الكرام اللي كاينة في المجتمع واللي كيخصنا نوقفوا ونتوقفوا عندها باش نشوفوا إلى أي حد هي صحيحة، أو كانت صحيحة، أو باقة صحيحة، أو غتبقى صحيحة. معنا مجموعة دي المكالمات الهاتفية، أصحابها ماشي مضطرين أنهم يناقشوا الموضوع الرابط، ولكن كيمكن، وهذا أيضا مهم جدا بالنسبة لنا في البرنامج، أنكم تحكيوا لنا صور نصب والاحتيال اللي صادفتوا، اللي كتعرفوا اللي وقعت لكم. أجوا ناخذوا مكالمة هاتفية أولى ونواصلوا مع موضوعنا حضي راسك من الأحكام المسبقة. ألو، صباح الخير. ألو، صباح النور. مرحبا بسيدي، الاسم كريم. الاسم خويا عمورة، معك محمد اللطف من الرماني. مرحبا بك سي محمد، حياك الله. تنشكرك تقبل المكالمات. غادي نطلب منك الا سمحتي سيدي محمد تاخذ الهاتف ديالك بشكل جيد وتشوف شي بلاصه ما فيهاش الريح كثير باش نستافدوا من التدخل ديالك، حيت كاين تشويش في المكالمه ديالك. شوف دابا مزيان. تفضل. نعم سيدي. المشكل ديال هذا النصب والاحتيال خويا، دابا هو قال لك الطماع شكون سيق عليه؟ الكذاب الطماع دابا سيق عليه الشفار. دابا المشكل ديال النصب والاحتيال تنطيحوا فيه على روسنا، ماشي هما تيبرلوا علينا، حنا تنطيحوا فيه روسنا. هذه واحد المشكله بدا جاري عندي انا وجاري لواحد الولد عمي. كيف؟ ملي كنت في المراهقه مشيت للسوق اسبوعي، وانا نسيب لك الناس يبيعوا يلعبوا ديك الكارطه، حد درهم ديش درهم باقي. انا ديك الساعه مشيت نجي نقول لك انا في ديك 98 غادي تقريبا شي 9 درهم، تيقول لي واحد الدرهم دي غادي واحد الدرهم. الو الو. اذا مستمعنا الكريم كان بده يتكلم على العاب الحظ اللي كاينه، اللي شحال هذه كانت كتسمى سويرتي مولانا تربح موس ولا ماكانا، كانت مجموعة ديال الأشياء من هذا القبيل. طبعا ألعاب الحظ طورات كاينة من الحلقة البسيطة حتى الكبريات الشركات، كلها كتلعب وكلها كتراهن هاد كبريات الشركات على طمعنا، على رغبتنا أنه دغيا يولي لاباس علينا، دغيا نديروا الفلوس، دغيا نمشيو نلعبوا نعمروا شي وريقات نكوشيو شي كارويات، وكتبقى تحلم ملي تخرج النتيجة تربح 100 مليون 500 مليون شي مرة مليار مليار ونص، كتبدا تحلم شنو غادي دير. ودائما الدافع ديالنا هو عجزنا،
ما فيناش ما يخدم ويتمحن ويتعذب باش نديروا الفلوس ونطلعوا شويه بشويه، لا، همنا اننا دغيا بغينا نوصلوا. طبيعتنا كبشر اننا كنبغيو دغيا نحرقوا المراحل، ومن ضمن الوسائل باش نحرقوا هذه المراحل مستمعي الكرام هذه القضيه ديال الرباح وديال العاب الحظ، واللي كاين شركات وطنيه وعالميه اللي كتلعب على هذه الرغبه ديالنا في اننا دغيا نوليو لاباس علينا. وكل واحد فينا كيمشي كيخلص 5 دراهم 10 50 5000 مليون 100 مليون، كاين الناس اللي من قمه الغنى صبحوا في الفقر الكبير لانهم كانوا طماع اكثر من اللازم. اذا المستمعين الكرام موضوعنا الرابط هو حضي راسك من الاحكام المسبقه، والاحكام المسبقه كما اسلفت كثيره في المجتمع ديالنا. قليل الناس اللي ما كيشوفوش شي بنت زوينه راكبه في شي طوموبيل زوينه لابسه شي لباس زوين وما كيحكموش عليها واحد الحكم مسبق انها خارجه الطريق. شو الدريات شو نعم سيدي من البارح اليوم شو الطوموبيل كي دايره وشو التليفون والخروج ديال الليل والنشاط معلوم يديروا الفلوس، حنا كنبقاو في جنب الحيوط. هذا هو الحكم، حتى واحد ما كيتعمق في اشنو كيعملوا هاد الناس، كيفاش كيشتغلوا، كيفاش كيتمحنوا، كيفاش كيدمروا. بحال كنقولوا بدارجتنا كلنا كنشوفوا الفاكهه في الشجره، ما كنشوفوش هذيك الشجره نهار كانت بذره كيف انه تحرطت الارض وتغرسات وطراعات ومشينا معاها خطوه خطوه وكبرات وتنقات وينعات وعاد عطات الفاكهه. كنشوفوا غير الفاكهه، ملي كنشوفوا شي حد لاباس عليه وداير بخير كنقولوا ها شفار منين جاوا هاد الفلوس كلهم. ولكن قليل فينا اللي رجع للتاريخ رجال الاعمال الكبار اللي الان كنشوفوهم بثروات كثيره، ولو رجعنا لتاريخهم وفتحوا لنا قلبهم وحكاوا لنا غادي نلقاو كيف ان تجاربهم كانت رائعه، وإلا تبعها شبابنا اللي عاطيين الهضره يمكن ينجح في حياته. الاحكام المسبقه وما ادراك من الاحكام المسبقه. نمشيو للمكالمه الهاتفيه اخرى ونواصلوا. الو صباح الخير. الو السلام عليكم. مرحبا سيدي، الاسم كريم لو سمحتي. عبد السلام من سيدي سليمان. تفضل سيدي عبد السلام. سيدي عبد السلام الله يطول عمرك سيدي. كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا. الدعوه الوطنيه كامله. اهلا بك. عندي بغيت نشارك معك في الموضوع السابق ديال الضد ما ساعدنيش لحد. ماشي مشكل. نرجعوا للموضوع ديال الضد. واخا في عجاله الا سمحتي باش نخليو تركيز المستمعين الكرام على الموضوع ديال الاحكام المسبقه. نعم واخا شكرا. تفضل. عندنا سيدي احنا عندنا الضف واحد الجماعه، جماعه الدرب العمري اللي خليهم سيدي سليمان. نعم. اللي كنمشيو نقولوا لهم عطيونا شهاده اداريه ما كيبغوش يعطيوها لنا، عطيناها علينا كامله. اش من شهاده اداريه؟ اش من نوع من الشهادات الاداريه؟ شهاده اداريه باش توثق الارض ديالك، دخلها المحافظه مثلا. شنو المفروض يكون في هذه الشهاده الاداريه لو سمحتي؟ الشهاده الاداريه كيطلبوها لك في التحفيظ مثلا، اللي كتبغي تحفظ. دابا عندنا حنا كنبغيو بغينا نبنيو وما لقيناش باش تجيب الوثائق باش هي اللي اسس. عرف بعض الاحيان سيدي عبد السلام. نعم. مشكور اولا على المكالمه ديالك، ولكن راه في بعض الاحيان المستمع الكريم ما كيكونش يفهم شي اشياء وكيحكم حكم مسبق. وإن كان التدخل ديالك عنده علاقه بالموضوع ديال الحلقه الماضيه ديال الضد واللي قالوا فيه بعض المستمعين انه كاين بعض الجهات الاداريه كتشد معاهم الضد وما كتعطيهمش وما كتمكنهمش من وثائقهم، راه كاين البعض من هاد الناس اللي ما فاهمين شيء. دابا بحالك انت سيدي عبد السلام كتقول خص يعطوك شهاده اداريه باش تحفظ ارضك باش تبني، ولكن ما كتعرف شيء بلي راه كاين مساطر معينه، وبلي باش تحفظ الارض ديالك راه كاين مساطر ماشي هذيك الاداره اللي غتمشي ليها الجماعه مثلا او الجهه اللي كتمثل المجلس القروي ديالكم هي اللي غتعطيها لك. راه المفروض ان المحافظه العقاريه هذه الوكاله هي اللي كتحدد لك شنو هي الوثائق. فواش حنا كنتصوروا انه باشا ولا قيد غادي يعطيك وثيقه اداريه كتقول باللي انت كتملك ديك الدار؟ هذه القضيه راه ما كايناش. في بعض الاحيان راه حتى حنا كمواطنين ما كنكونوش فاهمين وكيكون عندنا حكم مسبق ونبقاو في الادارات. شحال من واحد فينا ملي كيبغي يمشي يطلب شهادة السكنة عنده الحكم المسبق في عقله أنه المقدم غيطلب ليه الفلوس، فكيمشي هو موجد الفلوس في جيبه كيوقف قدام داك السيد كيجبد له كيعطيه. وقلناها في هذا البرنامج لما تناولنا الموضوع ديال حضيراش من الرشوة أننا حنا كمواطنين في بعض الأحيان حنا اللي كنخلقوا أجواء الرشوة. هذاك السيد اللي قدامنا ما كيكونش في باله نهائيا أنه غياخذ من عندك شي رشوة وما باغيش منك الرشوة أصلا، وكتجي أنت وكتمد له هذه الرشوة
كيقول لك لا الشريف انا كندير خدمتي، كتقول له لا لا والله تاخذ دير قهوه ماشي شي حاجه، لا لا والله لا والله لا تستاهلوا اكثر، انتم مساكن كتضربوا معنا تماره. وملي كتخرج برا كتقول انا ما عطاوني ديك الورقه، والله الا تدورت راه لا ما دورتي ما تاخذ حتى ورقه. وهذا ايضا من الاحكام المسبقه مستمعي الكرام اللي عندنا في المجتمع ديالنا. مكالماتكم كثيره مستمعي الكرام. الاحكام المسبقه، لما كنشوفوا عاود شي بنت لابسه مزيان ومقاده ولابسه لباس اختارته وهي، وهي حره في لباسها من منطلق انه ما كيمش شي واحد القيم اللي كنامنوا بها في المجتمع ديالنا، فديما الحكم ديالنا هذيك اللي دايره الزيف راها نقيه ومزيانه وداخله سوق راسها، وهذيك اللي لابسه واحد اللبسه ودايره سروال وطالقه الشعر ودايره شويه المكياج ومقاده حالتها راها ما مزياناش. من الاحكام المسبقه ايضا اللي كاينه مستمعي الكرام في المجتمع ديالنا. ومن صور النصب والاحتيال اللي كنا قدمناها لكم، بزاف الناس كيعتمدوا على هذه المظاهر وكيعتمدوا على هذه الاحكام المسبقه، وكيجيوكم في صيفه راجل لابس والوقار وعامل الحياه وقابط في يدو يمكن شي تسبيح ولا شي مصحف، وكيجي عندك وكيتكلم معاك ويقول لك ولدي انا راه جبت هذا العسل لواحد العائله ديالي هنايا وما لقيتهمش، هاي لقيتهم رحلوا وما لقيت كي ندير، ودابا بغيت نرجع وما جبت معايا فلوس معول عليهم، ها انت ولدي ها هي هاد العسيله راه حره يمكن مكتبها لك الله، انت الله سبحانه وتعالى يمكن بعثها لك انت من دون الناس، هيا ولدي اللهم خذها انت واعطيني اللي قسم الله. وطبعا كتقبض داك العسل وحيت انت عند بالك مطوار كتحلو كتذوق من الفوق، وحداك شي صاحبك كتقول له كتفهم شويه في العسل الحر، كيقول لك العسل الحر معلوم، وكيذوق حتى هو كيقول لك عسل حر 100% هذا، وكتقول له الوالد والله الا بقيتي فيا راه كنت باغي نعطيك اكثر، ولكن هذا الشيء لقيتي في جيبي عندي 250 درهم غنعطيك 200 ونخلي 50 درهم باش نرجع للدار، وكتعطيه 200 درهم وبكل وقار كيقول لك الله يرضي عليك ولدي ويمكن يعمل لك معاك الفاتحه الله يكمل عليك وزيد وزيد وزيد، وكدي العسيله للدار وكيمشي هو في حالته. ملي كتمشي كتحيد داك النص سنتيم الاول اللي فيه ديك العسيله الحره، ومن التحت الا ما لقيتيش شي حاجه خايبه كتلقى عسل ديال السكر جامد. ولكن حيت انت عندك حكم مسبق انه اللي لابس جلابه ودير تسبيح ويمكن عنده الحياه راه فيه الوقار وراه معقول وراه ما يمكنش يدير شي حاجه خايبه، تنصب عليك بحال الحكم المسبق اللي عندنا اللي كيقول لك اي السلعه ديال الخارج ما كاينش بحالها، هذه ديالاش من فين مصوبه، هذه صنع مغربي، لا 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 وهذه ديال فرنسا، السلعه ديال فرنسا ما كاينش بحالها، المواكن ديال الطاليان ما كاينش بحالهم، منين هذه من روعه، لا ديال هنا لا عيان داكشي. وهكذا كونا حكم مسبق وللاسف كنورثوه لاولادنا، وكنكونوا كنضربوا في المواطنه ديالنا بلا ما كنحسوا، كنعلمهم ان اي حاجه محليه بلادهم ديالهم كمغاربه كمواطنين راها عيانه وخايبه، ولكن ديال البراني مزيانه لدرجه انه لا ما يمكنش، شي الاوروبي يستحيل يديلك ديالك، الاوروبي يستحيل ينصب عليك. وما أكثر صور نصب والاحتيال مستمعي الكرام اللي مرتبطة بمختلف الأجناس، فعرفوا أن الجنس البشري هو هو فين ما مشيتي، مع اختلاف طبعا في درجة الوعي وفي درجة الفكر، مع اختلاف طبعا في النسبة المئوية المرتبطة بالنصب بالاحتيال بالكذوب بالغش وما إلى ذلك. ولكن ما نقولوش باللي كلهم مزيانين، ما نقولوش باللي هاد البلاد كل ما كتعملوا مزيان، يمكن احنا عندنا المعقول هو الاستثناء وقلت المعقول هي القاعده، ولهيه كاين قلت المعقول هي الاستثناء والمعقول هو القاعده، ولكن كيف ما كان الحال كتلقى قلت المعقول لهيه وهنا بنسب مختلفه. الو صباح الخير. صباح النور سي محمد وصباح النور الطاقم الاذاعه الوطنيه. الله يطول عمرك، شرفني بالاسم. عبد الكريم الجعبيري قريم قناه الترغنا ولا الشرق. مرحبا سيدي عبد الكريم، تفضل. من عند مورا غادي نحكي لك اولا على محاوله النصب اللي طار، يعني غير محاوله النصب اللي كان غاد توقع لها الاخ كنعرفو كنحيي هذا المنبر. وجدت واحد المكالمه من ايام جوله، قالوا له نحن من واحد الشركه ديال الاتصال لما نذكر الاسم ديالها، قالوا له ربحتي معنا وقدر قدر الفلوس زيتي في المرتبه الخامسه، اجي نتلاقاو عند واحد المؤسسه بنكيه. وهذه ثاني مره كنشوف هذه القضيه هذه. اما الموضوع الرابط استاذ، انا هو كنفكر ماشي بداك اللي كيقول، وعلاش هاد الاحكام المسبقه كتوقع مرتبه عندنا في البلاد ديالنا كتعيش كتنمط، يعني حشكل الاشاعه، يعني الاشاعه كتلقى يعني مرتبه كتلقى ديك الارض الخصبه باش كتطور، وخاصه النساء
المرأة كما كتعرف في البادية في المنزل ديالها كيف تغدف على رأسها كيف تكذب لك إشيها. مثلا الرجل كيكون وسط المجتمع كيدافع على رأسه. شنو هي أنواع الأحكام المسبقة اللي كاينة في العالم القراوي مثلا؟ شنو يمكن شنو هي الأحكام؟ واش مرت فلان ما مزياناش؟ هاد الأشكال هادي مثلا إنسان كيمشي للخارج هذا كيمشي غير كيطلب كيدير. يعني المشكلة ماشي بداك اللي قال، المشكلة هو داك كيصدق وكينمي ديك الإشاعة وكيعطيها واحد المصداقية. جيد، يعني أنت الآن كتربط ما بين الحكم المسبق والإشاعة. إلا لقيتنا فواحد عندنا واحد المستوى ديال الوعي وما كنتيقوش ديك الإشاعة، راه ما غاديش تنمى، غادي تموت، ما غاديش تطور، ولكن المشكلة هو كننميوها وكنطوروها وكنعطيوها مصداقية. واضح يا سيدي الفاضل، وبالفعل لما تناولنا الموضوع ديال حضي راسك من الإشاعة واللي يبدو أننا خصنا نرجعوا ليه، كتلاحظوا مستمعي الكرام أنه بين الفينة والأخرى كنرجعوا لبعض المواضيع. الرجوع إليها ومناقشتها من جديد في ظرفية أخرى في زمن آخر هو أمر محمود ومهم. كل برامج ذات البعد التوعوي والتحسيسي هي برامج اللي وخا نبقاو نعاودوها ونعاودوها ونعاودوها، الأفكار اللي فيها ما كتضيع شيء وما كتموت شيء. نمشيو لمكالمة هاتفية أخرى. ألو، صباح النور. ألو، السلام عليكم أخو عمورة. مرحبا بسيدي، الاسم كريم لسمحتي. هذا معك سبيل حميد من الدار البيضاء، وكنشكرك جزيل الشكر من المستقبل المكالمات، وراه البرامج اللي راه كنستافدوا منه بزاف. مرحبا بسيدي حميد، تفضل. بارك الله فيك اخو عموره. غير انا عندي واحد شي مواضيع ديال نصب الاحتيال وديال هادشي ديال الاشاعه وديال نبقاو مع نصب الاحتيال. تفضل. اي بارك الله فيك. انا حد صديق وقع عليه نصب الاحتيال، واحد اخ جا عنده اللحيه والجالب بيضين والسبيح في اليد، وهو داك السيد كيباع الديسير، قال لي شحال الديسير؟ قال لي القد القد، قال لي ودي صايم معايا شويه عطيني شي كوالا. المهم قال لي صافي شوف شنو بغيتي، قال لي صايب لي شي 10 كيلو من الحاج. بدا داك السيد كيعبر لي وكيدير في البلاستيكا، وداك السيد شارج على الطوموبيل توكلس في هذاك، خلاه بوحديته كيعبر، وداك كيشوف فيه ما كيحاضرش معاه، وكي كيشوف شي تفاحه مضروبه او شي حاجه هي كيديرها في الميكا باش يقول لنا خلي غادي غادي بزاف ما غايشوف والو. المهم عبر لي 10 10 10 ويجي عنده قال لي عبرتي؟ قال لي بطاطا، قال لي ديالك؟ قال لي ديال الصادير. قال لي شحال دايره؟ قال لي قد القد. قال لي درك منا شي 10 كيلو. عمر الميكا دايره في الميزان لقاها 15 كيلو. قال لي 15 الحاج؟ قال لي لا اكمل 20. هي هذيك اخو عمره كمل لي 20، صايب لي داك الشيء ديال الزوج، جابوا لي الطوموبيل، قال لي ديرهم في الكوفر، ديرهم في الكوفر. قال لي تعرف شي جزار مزيان هنا؟ قال لي ايه. قال لي شحال ديال اللحم عندكم هنا؟ قال لي 70 درهم. قال لي اشوف السيد اللي بغى يصايم معايا شويه جيب لي شي 10 كيلو كواكولا ولا كاع 15 ماشي مشكل لكن يصايم معاه. قال لي شحال عندي انا بعدا تما؟ قال لي عندك 35 فرنك. قال لي ماشي مشكله جيب لي الحساب مجموعه من عند الجزار وخذ راسك. والسيد دار في الثقه ثم قطع الشانطي غادي عند الجزار الاخر كثيره وزاد الطوموبيل. هو انسان هو من الدبار داير الغش وما دارش. اذا بجوج بهم غشاشه، واحد لعب على المظهر وواحد لعب على محاوله استغفال الاخر. هو على حساب هادشي ديال اخي عمر الرشوه. انا اخي بغيت نصيب بطاقه التعريف وظنيت من المهم انا قررت ما نعطيش الرشوه اللي هي بحال تنبر قال يشتري نجيبو لكن باش نعطيه شي حاجه ما نعطيهاش ليها. ما يوحي كاين صادي شي شويه الله يزيدك. او اخي عمر المهم صيبت الوريقات ديتهم عند الشيخ قالوا لي المهم بليزه وكل شيء، جيت لعند باش غادي ندفعهم قال لي واحد التلبر كيدير 30 درهم. قلت له ايه جات غنشوف التلبر، عطاني التلبر خلصته قال لي وهذه غادي ديرها هنا الطباعه هنا ولا ديرها لهين؟ قلت له لا هنا. قال لي 20 درهم. قلت له علاش تعطي 20 درهم؟ محسوباش عليكم؟ قال لي لا قال ماشي مشكل راه 20 درهم. وشويه قال لي وانا سبقتك صاحبي وانت دابا 20 درهم ما دايره والو. قلت له علاش؟ 20 درهم هي اللي عندي. وشويه اخوانا المهم ما بغيتش نعطيهم نوض معاهم الصباح على قبل ديك الرشوه كيما كيجي الانسان كاين ما عندوش وكتبغى تاخذ من عنده الرشوه وعين باينه علاش هادشي.
مهم علينا. قال لي راه الشيف صادك الوراق ترى ملي راه صبت له. واضح. اذا فهمنا المعنى انه هذا الشخص طلب منك رشوه وانت كنتي في مستوى المواطن الجيد، وهذا اللي كنتمناوه من المواطنين ديالنا. حصولكم على الوثائق الاداريه المشروعه والقانونيه حق ديالكم، فما انتم شيء محتاجين انكم تعطيو الرشوه ولا تخلصوا. والحمد لله انه بلادنا غدا في واحد الاتجاه ديال تطوير وتنميات وخلق ما يسمى بالإدارة الإلكترونية. مستقبلا بزاف ديال الوثائق غتبداو تحصلوا عليها من خلال التليفون ديالكم، السمارت فون ديالكم، الهاتف الذكي ديالكم، او من خلال الحاسوب ديالكم، او اللوحة الإلكترونية الطابليت ديالكم. حنا غادي الحمد لله في هذا الاتجاه، مادام كاين هذه العلاقة ديال التشنج ما بين الموظفين في إدارات معينة والمواطنين، يستحسن أنه نقلوا ما أمكن من هذه العلاقة، وحتى هذوك الموظفين يتفرغوا لأشياء أخرى أهم. ماشي بالضرورة أنه نجيبوا عدد كبير من الموظفين هدفهم فقط أنهم يقبطوا ورقة ويكتبوا فيها ويطبعوا ويعطيوها، يمكن يعملوا ما هو أهم لبلادهم، على اعتبار أنه الحصول على الوثائق الإلكترونية، على الوثائق الإدارية، يمكن يكون إلكترونيا طبعا وفق واحد المجموعة المقاييس اللي كتعمل عليها الجهات المختصة. وقتاش الإنسان للأسف كيعطي الرشوة وكيبدا يتشكى من بعد من الرشوة؟ لما هو كيمشي يبغي ياخذ شي حاجة ماشي من حقه في الأصل، أو لا كيبغي ياخذها بشي سرعة يعفط على الناس الآخرين كلهم اللي كيتسناو وياخذها هو الأول. فهو في الأصل جاي بنية سيئة وجاي مستعد يعطي الرشوة، وملي كيخرج لبرا وكيجلس في المحافل كيبدا يسب ويعاير ويقول حنا عندنا الرشوة. الرشوة ما كانش غتكون له كان ما كنتيش انت سيدي اللي كتعطي الرشوة. أضف إلى ذلك من خلال وعن الأحكام المسبقة، قلنا قبل حين أن رجال الأمن، وملي كنقولوا رجال الأمن نقولوا رجال الأمن ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وغيرهم من الناس اللي عندهم علاقة مباشرة مع المواطن، مع المجتمع، عندهم معاناة خاصة هاد الناس الله يحسن عوانهم. هاد الناس كيقول لك مثلا رجل الأمن كيقول لك أنا السيد ملي كيكون محتاج للأمن كيجي كيجري أخويا الله يرحم الوالدين، شوف راه بغاو يكريسيوني، عافاك عتقوني، شوفوا ليا كيفاش هذا، وكتمشي واجبك ومهنتك أنك خصك توقف معاه. وفي المقابل إلا وقفتي أنت وقفتي وقلت له بطاقة التعريف ديالك الوطنية الله يخليك بغيت نعرف شكون أنت وشنو كدير، كيقول لك علاش نعطيك بطاقة التعريف الوطنية؟ مالي ماشي مواطن، بنت الكيرانة، بابا نوشك الآخرين، ما نعطيكش اخويا هاد بطاقة التعريف الوطنية. كيقول لك هذا رجل الأمن أنا مهمتي أنني نعرف الناس، خصوصا في بعض الأماكن مثلا السياحية ولا بعض المدن اللي فيها رواج معين. إلا عرفت الناس وعرفت ولد البلاد من البراني وهذا منين جاي وهذا منين جاي، يمكن غنحميه أكثر وما نوصلوش حتى لأنه يكون غادي التكريسة ويجي كيجري عندي. ففي الوقت اللي كيحتاجني المواطن كنبان له زوين، وفي الوقت اللي كنبغي نعمل خدمتي كنبان له خايب. إلا وقفت وقلت له أوراق السيارة كنبان له ما كان سوى ما كان صلع، علاش توقفني وتطلب لي أوراق السيارة؟ ولكن الا شي واحد ضربوا بشي طوموبيل وهرب كيقول له اسيدي خصكم تشدوا لي هذاك اللي ضرب لي انا طوموبيل، مهمتكم انتم بوليس هادشي اللي خصكم ديروه. فيا مستمعي الكرام، احكامنا المسبقه على بعض الهيئات، بعض الاجسام لي كور، كتخلينا كنتعاملوا بشكل سيء مع هاد الجهات اللي ماشي بالضروره الناس كلهم اللي فيها نواياهم سيئه. راه لا كنقولوا هاد الجهه كتقبض الرشوه، راه يمكن 1% ولا 2% من عدماء الضمير، وكاينين في كل المجالات بدون استثناء. ولكن ما نعموش، راه كاين ناس كاين رجال الامن اللي ما كيشوفوش وليداتهم، اللي كيتمحنوا، اللي كيتعذبوا، اللي كيسهروا. انت في الوقت اللي ناعس في دارك هو راه قابض السيرفيس 8 ديال السوايع في نصاصات الليل في الشتاء وفي البرد وفي الشمس، في الوقت اللي انت اللي كتبحر وكتاخذ الشمس مع راسك وكدير لهم برسولير، هو راه كيدور وكيمشي ويجي باش يحميك. ولكن ملي هاد رجال الامن كيبغيو نتعاونوا معاهم كيلقاونا واخدين عليهم حكم مسبق، رشاوية، ما كيسواوش، متسلطين، حقارة وقص على ذلك. فيجب مستمعي الكرام أن نعيد النظر في الأحكام ديالنا المسبقة على مجموعة ديال الجهات. نمشيو لمكالمة هاتفية أخرى. ألو صباح الخير. ألو صباح النور. مرحبا سيدي، الاسم كريم لو سمحتي. أحمد الضريف من إقليم تواس، بالضبط من جامعة الولجاء السي عمارة. تحية ليك وتحية لكل العاملين الإدارة الوطنية. الله يبارك فيك، تفضل سيدي أحمد. السي عمارة أنا بغيتك الله يخليك على ذاك الحلقة اللي دازت ديال الضد، بغيتكم تعاودوا ديك الحلقة مرة أخرى إن شاء الله، تعاودوا ذاك لأن حنا عندنا في الجامعة هذه ديالنا مازال كنعانيوا من هذا الضد. كيف؟
من القضيه ديال بحال دابا بغيت تقول المنتخبين ديالنا ديال رئيس الجماعه، يعني الا بغيت تقدر المصالح ديالك في الجماعه اذا ما كنتش يعني من الناس ديالو ما يقدرش يعطيك شي حاجه. من الناس ديالو هي زعما اما كتعاطف مع الحزب ديالو او صوتتي عليه او كنتي واقف معاه في الحمله الانتخابيه او شيء من هذا القبيل، هادشي اللي كتقصد. اي الله يرحم والديه. ولكن حنا دابا كنعانيو بزاف هذا من هذا المشكل هذا، اللي بغيت نعاود لك يعني من جميع الحاجيات. يعني بغيت بحال دابا تصوب شي ورقه، بغيت بحال دابا شي حاجه ما يمكنش هذا ما كنتش واخا. سيدي احمد اللي خصك تعرف انه هاد الناس هاد المنتخبين راه ما كيخدموش شي في جزيره بوحدهم، وانهم عندهم جميع الحقوق، وانه حتى شي واحد ما يمكن يحكم فيهم، حتى واحد ما يمكن يهضر معاهم. فراه كيخصك تعرف انه كاين واحد التمثيليه ديال التراب الوطني عندك في المنطقه ديالك، كاين واحد العماله كتمشي بتدرج، كيمكن لك تمشي عند القايد، ومن عند القايد للباشا، رئيس الدائره، العامل، غتقول لي وهادشي بزاف وراه كتمشي ما كيديوهاش فيك. هذه ايضا من الاحكام المسبقه، من احكامنا المسبقه، انك راه واخا كتصيفط شي شكايه ما كيديها فيها حد. وللاسف هادشي خصنا نغيروه، راه ماشي بالضروره كل الشكايات ما كيديها فيها حد. اليوم راه كاين جهات اللي كتبعت ليها بشكايه، كتبعت لك برساله كتقول لك توصلنا بالشكايه ديالك وراها قيد الدرس، من بعد واحد المده كيقول لك الشكايه ديالك وصلت للمرحله الفلانيه، من بعد النهايه كيجاوبوك كيقول لك هذيك الشكايه ديالك راه عندك فيها الحق، وها الاجراءات اللي اتخذنا باش يرجع لك الحق ديالك، او لا سيدي راك غلط وها فين انت غلط. راه الان كاين جهات اللي كدير هذا الشيء، كاين ادارات اللي كتشتغل هكذا وما اكثرها. فنحيدوا الحكم المسبق انه حتى واحد ما غيديها فينا الا عملنا الشكايه. الى هذا المنتخب يا سيدي الفاضل كيعرقل لكم المسائل ديالكم الاداريه، راه من حقك تمشي مباشره للعماله، كاين مصالح مختصه، وتوضع الشكايه ديالك وتطلب تشوف العامل. العامل راه تما من اجل خدمه المواطن، الوالي راه من اجل خدمه المواطن. عاود نحيدوا الحكم المسبق انه الوالي راه ما كيشوفوا حد، العامل ما كيستقبل حد، هادشي راه ما كاينش. راه حنا لا بغينا مغربنا يتطور، الناس المسؤولين طبعا كيخصهم يطوروا عقليتهم، والمواطن كيخصو يتطور ويساعد هاد الناس انهم يتطوروا من خلال الغاء واحد المجموعه ديال الاحكام المسبقه اللي عندنا في المجتمع ديالنا. فيا سيدي الفاضل احمد، انت والناس كلهم اللي اهتميتوا بالحلقه ديال الضد، حيت كان فيها بعض الناس كيتكلموا على المنتخبين اللي كيقبطوا معاهم الضد من منطلق انتماءاتهم السياسيه، هذاك المنتخب راك انت اللي وضعتيه تما، وانت اللي يمكن لك تحيدو من تما وفق واحد المجموعه ديال الاجراءات والنصوص القانونيه اللي كاينه. وحنا كنشوفوا الان وزاره الداخليه شحال ديال المنتخبين اللي وقفاتهم اللي شطبات عليهم، حيت هادشي كاين في القانون. بعض الاحيان جهلنا بالقانون وجهلنا المعرفي هو اللي ما كيخليناش نعرفوا ناخذوا حقنا. اما راه كيف كاين واجبات كاين حقوق، وكيف كاين حقوق كاين واجبات. الو صباح النور. الو السلام عليكم. مرحبا بلاله. الله يبارك فيك يا مرا، كي داك سي لاله. اهلا بك، الله يبارك فيك، شرفيني بالاسم ديالك لاله. معك صفاء من تلا. مرحبا بلاله صفاء، تفضلي. تفضلي لاله صفاء. بغيت تشاركي بخصوص الموضوع الرابط او عندك قصه؟ بغيت نشارك معك جوج ديال الحوايج عندي، جوج تجربات. التجربه الاولى انني انا قريت، المهم كملت قرايتي وداك الشيء، قلبت على واحد الخدمه، المهم انا غادي نحاول نسرع على حسب الوقت ما بقاش. قلبت على واحد الخدمه خدامه فيها، المهم فرحانه، هادي عام ونص وانا خدامه فرحانه ومعيطه. كيسولوني في دارنا ماما وخوت داك الشيء، كنقول لهم كلشي مزيان. بالنسبة للناس اللي تما خدامين وهذا، نعيط الإدارة وهذا، فنقول يعني الناس مزيانين وهذا، وأنا بحكم أنا صغيرة فيهم تما. نعم لله. من بعد لقيت مشكل. ديال اش المشكل؟ لقيت أن داك الناس ما عرفتش، يعني بحال ما باغينيش، بحال هكا. هادو الناس اللي كتخدمي معاهم؟ تفضلي. كنت خديت عليهم واحد المباراه مزيانه، وبحكم ان من الناس كبار وهذا، كنت يعني كنقول هذوما يعني الحمد لله، وداك القرار ديالي وداك التعب ديالي ما مشاش هكاك، يعني الحمد لله لقيت خدمه وهذا. من بعد المهم تنقول لك انا ما مرتاحاش، انا خدامه دابا وما مرتاحاش، هادي عام ونص دوزت منها شهرين، هي اللي دوزتها مزيانه، من دابا كنظن
هاد الخدمه اللي عندك في القطاع، عندك في القطاع الخاص عندي معاهم كبير، انا كنكون ماشيه الخدمه بحال الا تنقول لك ماشيه لشي جاي من مكحله. لا لا صفاء، الا سمحتي لي، واش هذا قطاع عام ولا قطاع خاص فين كتشتغلي؟ قطاع عام. قطاع عام. هاد الناس ما مرتاحاش معاهم لانك كتشوفي باللي كيعاملوك سيء، ولا باللي كيطلبوا منك اشياء فوق طاقتك، ولا باللي انت ما عرفتيش تاقلمي مع العمل ديالك ومع المحيط ديالك وبالتالي معاهم؟ انا اصلا الخدمه ديالي انا قررت عليها، ما جاتش غير هكاك. شوف لالا صفاء، يمكن واخا ما خصنيش نحكم هذا الحكم من الان وبهذه السرعه، ولكن نقدر نقول لك ما كاينش وقت كثير باش نحلوا اكثر قضيتك، ولكن ملي قلتي انا قريت عليها يمكن نقولوا اننا قصنا راس الخيط. فبعض الناس اللي كيكونوا تكونوا في تخصص معين وكيمشيو يشتغلوا مع ناس اللي عندهم تجربه، تكونوا بحكم التجربه ولكن ما قراوش على ذاك التخصص، كيحسوا باللي هما دائما حسن من دوك الناس اللي راهم مجربين، كيقول لك انا قاري على هذا الشيء انا فاهم، وكيبداو عن حسن النيه ماشي عن سوء النيه، كيبغيو يدخلوا ويصوبوا بعض العوجاجات اللي كتبان لهم. والناس اللي عندهم تجربه وكانوا كيشتغلوا وفق واحد القاعده معينه ما كيعجبهمش الحال. فاما حنا اللي كنكونوا قرينا وعندنا هذاك التخصص ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا مع دوك الناس اللي كيقول لك انا ممارس، ماشي واحد يجي البارح قرا جوج حريفات يبدا يفهم عليا واخا يكون ما فاهمش كل شيء. فاما حنا ما كنعرفوش كيفاش نمروا الخطابات ديالنا حيت عندنا مشكل في التواصل، وهذا الجزء ديال التواصل خطير جدا، او ان هذوك الناس ما عندهمش نهائيا استعداد انهم يتطوروا. وهنا شنو التصرف اللي نعملوا؟ هذا خصو موضوع، خصو حلقه خاصه لاله صفاء. فنتمنى للاسف ما كاينش وقت باش نزيد نحل معك اكثر القضيه ديالك. نتمنى، مرحبا بك الا بغيتي تطرحيها في برنامج منك واليك. البرنامج ما عندوش مانع، حنا غنحتفظوا بالرقم الهاتفي ديالك ويمكن نتصلوا بك ويمكن نحلوا هذا الموضوع اللي ما غنبغيش نعطيه هذا الاسم، ولكن ما لقيتش له الان شي توصيف اخر، ما يسمى بصراع الاجيال. كتكون انت خدام في واحد الخدمه، ما عندك تجربه وكتعتبر نفسك كتقنها، وكيجيو شبان يلاه تخرجوا قارين فاهمين، كيجيو معاك الا كنتي متفتح وكتامن باللي كيخصك تسلم المشعل لواحد اخر راك كتعاونو وتاخذ بيدو حتى كتمشي فحالك، هو كياخذ المكان وكيواصل المشوار خدمه للبلد ككل وطن، حنا كلنا غنموتو. الا كنتي ما تيقش فراسك وهادي كتقول هاي غادي يجي غيدي ليا بلاصتي، هذا جا من البارح وبدا كيتفهم عليا بحال شي واحد مثلا، شي متدرب جا الان بغى يبدا يقدم هذا البرنامج ديال حضي راسك، بدا يعاون فيه، كيمكن يكون معد البرنامج متفهم وما كيهموش ان واحد اخر يجي، ويمكن كاع يكون حسن منه في تقديم هذا البرنامج في مقاربه المواضيع ويخليه ويواصل، ويمكن يكون واحد يقول لا غيدي ليا بلاصتي والناس ما غيبقاوش يديوها فيا، كاين هاد العقليات للاسف. فلذلك لاله صفاء نتمنى انك انت ايضا تكوني مترويه وتكوني متفهمه، وقبل ما تقلبي على اخطاء الاخرين قلبي واش انت ارتكبتي بعض الاخطاء، صلحيها ويمكن يتصلحوا الاخرين. دائما مستمعي الكرام برنامجكم حضي راسك، ودائما الموضوع الرابط حضي راسك من الاحكام المسبقه. ويلا غمضتوا عينيكم وحاولتوا تمروا قدام عينيكم شحال ديال الاحكام المسبقه كتاثر حياتكم في المجتمع، غتلقاوها اكثر مما تتصورون. اشنا هي خطوره الاحكام المسبقه بالاضافه لما يتعلق بعلاقتنا مع الاخر؟ خطورتها الكبيره انك تخلي عقلك جامد، لا تجتهد لا تبحث. رجعوا لذاك المثال ديال العجوزه، ملي الحكم المسبق عندنا اي مره بغات تتزوج كيوصيها المحيط ديالها كيقول لها ردي بالك من العجوزه، اي العجيزه نهار الاول راه كتهضر معاك بخير بنيتي حبيبتي انت بنتي نزيدك على بناتي، واحد شويه راه كتسيف عليك حضي راسك منها. هذيك البنت، هذيك العروس الجديده، عقلها كيوقف عند هذاك الكلام، فلا تبحث في سبل تطوير العلاقه ديالها مع المحيط الزوج ديالها لان هي عنصر جديد يدخل لتلك الاسره. لا تبحث في ما هو الزواج، لا تبحث في ما هي علاقه الام بابنها قبل وبعد الزواج، حيت راه كل شيء قرايه وكل شيء علم. مستمعي الكرام، هذا علاش في هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي كنتشرف تقديمها لكم دائما كنركز على شيء واحد، كنقول لكم قراو 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 قراو، كل شيء قراية في الدنيا. دور عينك في الحجرة اللي انت فيها، كل ما كتشوف فيها نتيجة القراية، كل ما كتخيله من أشياء موجودة في الدنيا فعليا نتيجة القراية،
كل الأشياء كتخيلها وغير موجودة يمكن أن توجدها بواسطة القراية. إذن قرأوا مستمعي الكرام. فقلت إذن إذا سمحتوا أن الأحكام المسبقة كتجعلنا مقوقعين في الأماكن ديالنا ولا نتطور. صافي هذيك الجهة خيبة، صافي خيبة، ما كان بحثش باللي راه يمكن تكون فيها جوانب زوينة وراه يمكن نرجعوها زوينة، لكانت بالفعل خيبة وراها يمكن ما خيباش نهائيا. فدائما أتقوقع مع ذلك الحكم ولا أجتهد ولا أبحث وبالتالي لا أتطور. نمشي للمكالمة هاتفية أخرى. ألو صباح النور. محمد محمد عمورة. مرحبا بسيدي، شرفني بالاسم. معك عبد الوهاب نساف. تفضل سيدي عبد الوهاب. محمد عمورة، بالنسبة لهذا الموضوع الرابط يعني موضوع جيد وفي المستوى، يعني دائما حنا كنحكموا على المظهر الخارجي. بحال دابا كتشوف مثلا خاصة في البيع والشراء كتشوف هذا الشيء هذا. بحال دابا مثلا عندك واحد يعني مربي الشعار وكيبيع، واحد عنده اللحية وهذا، دائما كنحكموا على ذاك السيد اللي عنده الشعر وهذا، راه واحد انسان خفيف، واحد انسان كيدير الترافيك، واحد ما كنحكموا عليه بهذا الحكم هذا وحنا ما كنعرفوا عليه والو. تسمعني سي محمد عمورة؟ طبعا سيدي تفضل. وحتى بالنسبة بحال دابا مرات، بحال دابا واحد الأب تزوج وعنده وليداته، دائما داك ديك الزوجة اللي غادية تجي بحال دابا مثلا العمة والعم كيقول هذيك راه غادية دير لكم، غادية تفعل لكم، وكيربي فيهم واحد الكراهية وكيحكموا عليها مسبقا، هما ما كيعرفوا عليها والو. هذه علاقة الربي بزوجة الأب. نعم سي محمد عمورة. وهذا الشيء عندنا يعني نقول لك بصفة عامة، مثلا في الميادين ديالنا الرياضية كنحكموا على واحد الحاجة ما غادي يجي يحكم لنا واحد المقابلة وكنبداو نسبوه من الأول. هو ذاك الحاكم زعما يقدر يقوم بمقابلة زميلة إلا حنا شجعناه وما حكمناش عليه بذات الحكم المسبق، كنعصبوه وكان هذا وكي راك عارف شنو كيوقع سي محمد عمورة في هذا الزميلة الرياضية. وشكرا سي محمد عمورة. العفو يا سيدي الفاضل، شكرا لك السيدي عبد الوهاب. الحكم يا مستمعي الكرام المسبق إذا كنا ربطناه أكثر بالأشخاص فيمكن أن نربطه أيضا بالأشياء، ويمكن أن نربطه بالأحداث، ويمكن أن نربطه بالتاريخ، ويمكن أن نربطه بالمستقبل. كيمكن يكون عندي حكم مسبق على المستقبل من قبيل ما دي من قبيل اللي كيقول لك ديش هتقراش غدير بشي قراية راهم الناس قراوا راهم كياكلوا العصاق قدام البرلمان. للأسف كين هذا الحكم في المجتمع وحكم كله خطأ. علاش؟ لأنه أصلا يربط ما بين القراءة والتفتح والمعرفة والتمكن من العلم بشيء مادي اللي هو التمكن من الحصول على وظيفة. فللأسف ربونا والدينا في مرحلة من المراحل وعن حسن نية كيقول قرا ولدي باش تخدم، وبقات معانا هاد الجملة وبقى معانا طانينها في روسنا. وللأسف كاين منا اللي قاري وباقي كيورثها لولادو، قرا باش تخدم، ما كيقولش ان قرا باش تعلم، قرا باش تفتح، قرا باش تنور، قرا باش مخك يكبر بالمعلومات اللي غتكون فيه. ما وضعت القديدي اللي كبر بين قوسين. فالاحكام المسبقه يمكن ان تصيب كل شيء محيط بنا، ويمكن الاحكام المسبقه تخلينا في بلاصتنا لا نتقدم من شده خوفنا من ما حكمنا عليه بما حكمنا عليه. الو صباح النور. صباح النور اخ عموره. مرحبا سيدي، شرفني بالاسم لو سمحتي. معك بو عزه الخودي من اقليم مدينه سليمان. مرحبا سيدي بو عزه تفضل. بارك الله فيك يا عموره. الموضوع الرابط اخ عموره يعني غادي نختصر حيت عندي واحد القصه ديال النصب والاحتيال. الموضوع الرابط من الاحسن الانسان يعني يجتنب الظن، لان كما كيقول الله سبحانه وتعالى ان بعض الظن اثم. الأحسن الإنسان خصوصي يجرب الإنسان عليه يحكم عليه، حيث في غالب الأحيان كيوقع العكس، كتكون كتنوى أنت واحد النية سيئة أو في الأخر كيحصل العكس. أما في خصوص قصة النصب والاحتيال، ذاك الوقت الأخ عمور كانت عندي تقريبا شي 18 سنة، وكنت مشيت لسميتو لمراكش للساحة ديال جامع الفنا وكندور ما عمرني مشيت ليها. ودخلت تما كنشوف الحلاقي وهذا اللي هذا الفاش اللي كيشطاح كله شنو كيدير. كتب لي واحد المره جالسه بحال هكا ومديره واحد يعني واحد الزيف على وجهها كيبان وعينيه بحال هكا، وقالت لنا واحد جوج بنات حداها وهي كتشوف فيا بحال هكا، هي تنوض تشد مني قالت لي اجي اجي ولدي، وانا نجلس حداها بحال هكا بحال كريسي صغير. قالت لي شوف وليدي غادي تعطيني واحد 50 درهم ان شاء الله غادي تفرح واحد الفرحه ما عمرك حلمتي بها.
يعني كنت باقي ما عارف القضيه ديال الشيء ديال اللي كيقول لك كيضرب الكارطه ولا شنو كيدير. المهم وانا نجبد ليها ديك 50 درهم قالت لي وليدي شوف، قالت لي انت غادي تمشي لفرنسا. قلت لي ويلي، ملي قالت لي الحال بقى فرحت، قالت لي غادي تمشي لفرنسا وهذه قالت لي غادي تدوز فيها تقريبا شي 12 عام. وقالت لي بلاتي جيب لي واحد الكارطه باش كيما كيقولوا داك هذاك الراي داك الشيء باش قال لك 12 عام وكان جبدات الصوته تقول لك 10 سنين. لا قالت لي باش كتبلص ديك الكارطه وتجيب ديك الورقه ديال الواحد كيقولوا لي الله. قالت لي ايوا قالت لي الزغاوي، قالت لي واحد عامي ولا راه معايا قشره ديال الخوت والخواجه في ميسي واحد عامي. واضح يا سيدي الفاضل. شوف للاسف انا كنت نتمنى يبقى معك البرنامج اكثر، ولكن باقي في عمر هذه الحلقه حوالي دقيقه والنصف، الوقت اللي نعملوا واحد الخلاصه لموضوعنا حدي راسك من الاحكام المسبقه. اولا بحال كنقول لكم دائما لا يدعي البرنامج انه قد الم بكل الجوانب المرتبطه بهذا الموضوع المتشعب، ولكن كيهمنا نثيروا انتباهكم ليلو باش تزيدوا تبحثوا وتقراوا بخصوصه. ولكن اهم رساله يمكن نمروها ان الاحكام المسبقه تقتل التجربه. ملي كتعمل حكم مسبق على شي حاجه وكتامن به، ما كتعملش تجربة باش تعرف واش ايه ولا لا. ثم يا مكرام، عرفوا انه بزاف ديال الناس حكموا بشكل مسبق على ناس وعلى مواقف وضيعوا بزاف الفرص ديال النجاح ديال حياتهم. نتمنى انكم ما تكونوا شيء وما تصيروا شيء منهم. في نهاية حلقتها اليوم كنحييكم وكنقول لكم تحايا الطواقم التقنية والفنية اللي كانت معكم خلال هذه الحلقة.